نحن كأمم متحدة وكمفوضية اللاجئين عم نشتغل بشكل حثيث مع الجهات الفاعلة، إن كان بالداخل السوري أو بالمنطقة أو دوليا، لإيجاد حلول طويلة الأمد للاجئين. نحن ما في تحكوا أي كمان مع نية، السلطة السورية؟ نعم، ونحن تحكوا معهم؟ موجودين بسوريا موجودين بسوريا؟ ونحن عم نساعد طب شو أشخاص بيقولوا هن؟ بسوريا. شو بيقولوا عندما يطرح مسألة العودة؟ بيطرحوا مسألة العودة، شو بيقولوا؟ هيدا مجهود عم نكمل فيه هلا، يعني نحن بالنهاية في اعتبارات كتير كبيرة، ونحن منظمة إنسانية، أوكي، بس نحن عم نحاول نلاقي هالحلول، وعم نحاول إنه نشتغل مع الجهات اللي بتقدر تزيل هيدي العقبات اللي عم بيحكوا عنها اللاجئين اللي هي عم بتأخر عودتهم، لأنه هن بدهم يرجعوا، وهو الحل الأنسب إن كان للاجئين، إن كان لمفوضية اللاجئين أو الدول اللي عم تستقبلهم بالمنطقة. بالنسبة للي منهم قادرين يرجعوا على بلدهم، كمان نحن بنحاول نلاقي حلول لإلهم بدول ثالثة، يعني إذا ما يبقوا بلبنان، الحل المستدام يمكن لإلهم إنه يتم إعادة توطينهم إلى دولة ثالثة. ونحن كل سنة يعني بنرجع من ناشد الدول اللي قادرة تستقبل لاجئين إنه تستقبلهم.